هو الرئيس استلم مصر كانت سويسرا حضراتكم؟ قولوا لي. عندما تسلم مصر في 2014 كانت بلدنا ما شاء الله سويسرا؟ كانت ايه؟ كانت اسبانيا؟ كانت ايه مصر؟ كانت ايه؟ استلمها ايه حضراتكم؟ اخبارها ايه؟ امنها واستقرارها كان ايه؟ امنها واستقرارها كان ايه؟ كهربتها كانت ايه؟ ميتها كانت ايه؟ صرف الصحي بتاعها كان ايه؟ نجوعها وكفورها وقراها كانت ايه؟ خدماتها كانت ايه؟ بلد كانت منتهيه. استلمها كده، كانت متدمره. ما كانش في حته على بعضها. ده ما كانش في طريق مكتمل. كانت ايه البلد؟ كانت ثرواتها ايه؟ اخبارها ايه؟ ارضها الزراعيه كان كام فدان عندنا؟ وانت بتعمل النهارده في اربع خمس سنين 6 مليون فدان، واحنا طول عمرنا عندنا 8 9 مليون فدان، بتعمل في اربع خمس ست سبع سنين قريب من اللي طول عمرنا عايشين عليهم. مش ده تحدي ولا ما كانش تحدي؟ كانت ارض. زودنا كام رقعه زراعيه في تاريخ مصر؟ طب النهارده بيزود كام؟ 4 5 مليون 6 مليون بتعملهم، تشغل عليهم. ضافوا لنا ايه دول؟ كم واحد كان بيشتغل؟ كم واحد كان متعين؟ كم واحد كان بيتوظف؟ بطاله كانت ايه؟ كانت ايه البطاله؟ كان كم واحد؟ كان نسبه تضخم قد ايه؟ بطاله كانت كام؟ 14 15%، صح؟ كام؟ النهارده كام؟ 7.2%. يعني فرص عمل؟ يعني بتشغل؟ يعني اشتغلت؟ يعني في مشروعات؟ يعني في حاجات اتعملت؟ وانت بتزيد، مش شغلت وبس، ده انت بتزيد. مش المصيبه ان احنا ثابتين في الست سبع سنين دول؟ زدنا 16 مليون 17 مليون، والبطاله نزلت اللي كانت 14 ولا 15% نزلت مع زياده عدد السكان. ده معناه ايه؟ اضرب واطرح وشوف ده معناه ايه. استلم مصر كده، استلم تضخم كام في المية، استلم ناتج محلي قومي كام، استلم احتياطي كام، استلم موازنة للدولة كام كام، بقت كام؟ زادت ست سبع اضعاف.